أسئلة وردت من قبل على الرقم الخاص بعالم صباح على الواتساب، وأيضا تليفونات لكل اللي حابين يسألوا مايا مباشرة على الهواء صارت موجودة معنا باستوديو اليوم ببيت بيوت. مايا صباح الخير. صباح النور غدا. بدنا نقول لكل المشاهدين اليوم هو نوعا ما مخصص أكثر لبيت بيوت، بس إذا حدا عنده سؤال يعني بيعطينا إياه وطارق يعني بده يسأل شيء عن الأولاد بتخلي له إياه بحلقة مزبوط. بس نحن بنفضل أكيد الاتصالات يكونوا مثل ما عم بتقولي عن كل شيء بخص الكابل، كل شيء بخص العلاقات الزوجية وبخص العائلة كمان يعني بالإجمال. هلا بانتظار الاتصالات إذا عندي وقت أحكي عن سؤال ورد. أكيد تفضلي. في سيدة بتبعت لي ميل، مرتبطة إلى 11 سنة بشخص عنده الـ OCD، عنده الوسواس القهري، يلي هي حالة عن جد صعبة. صح. هلا الوسواس القهري او حسب شو موضوع الوسواس، يعني اوقات الوسواس بيكون له علاقه بالنظافه، اوقات الوسواس بيكون له علاقه بالترتيب، اوقات بيكون مثلا بالوسواس النظافه بيكون في تنقول غسيل الايدين بطريقه متكرره جدا، عدم القبول انه الشخص يقعد، يعني هو بالنسبه له بفسر الامور بالنسبه له بشكل نسبي، يعني يمكن اذا هو مرق حد كيس نفايات بالنسبه له هذا الشيء مش مسموح، ممكن انه يضطر انه هو يتحمم ويضطر انه يعمل امور غير اشخاص ما بيعملوها. هلا انا تجاوب على هيدا الاتصال، الواضح انه الوسواس هو وسواس الترتيب عند زوجها، وال11 سنه مرتبطه فيه وهي عرفت هالشيء من اول ارتباطهم. هلا مش انه بعدين اكتشفته شوي شوي. هلا اللي هي بتقوله انه هي عم بتعاني كثير، انه بتطلع الصرخه وبصير في خلاف كثير مهم على امور مثل انه الامسام بالخزانه ما يكونوا على سويه بعضهم مصفصفين، مثل انه اذا نسيت تسكر خزانه المطبخ بعد ما تفتح خزانه المطبخ كمان بتطلع الصرخه بالبيت. ومؤخرا يعني تنخبر كل المشاهدين اول شيء انه هيدا اضطراب غيضة، يعني هيدا منه موضوع هو عم يعمله عمدا، يعني هو منه قاصد انه هو يزعج وما قادر يسيطر على حاله، يعني مفروض فعلا انه هو يطلب مساعدة من قبل اخصائي. اخر خلاف مثلا صار بيناتهم بتخبر انه في فاز في ورود عندهم، هو كان حاطه بمكان معين على طرف الطاولة ومزبط له مطرحه انه هنيك مطرحه المناسب، وهي بتغير له محله فبيجي بيلاقي انه مطرح الفاز مغير. فهذا كان اخر خلاف صار. كمان حتى يكونوا عارفين المشاهدين كمان الفرق الكبير، يعني اذا واحد اوقات بس بيطلب او بيعلق على هدول الامور، لا اكيد مش موجود هالوسواس القهري. لا. بس هو مثل ما قلتي يعني على كل هالسنوات وهالقد بيعمل منها مشكله. الشخص يلي عنده الوسواس القهري اول شيء اسمه معه، الوسواس هن افكار بتتكرر ما في يوقفها الشخص، يعني هيدا الافكار اذا عم نحكي عن الترتيب، اذا هو ما رتب الخزانه بهالشكل او ما حط الفاز بهالمطرح الافكار ما رح توقف. أيه. الافكار رح تعذبه لان هي اسمها وسواس، وبالتالي هن اوبسيشنز يعني وقهري، لانه عم يقهر وعم يخليه 100%. أيه. والقهر بصير اكثر اذا هو ما رح صلح او ما عمل التصرف اللي هو بيعتبر انه هو لازم انه هو يعمله. يعني الاشخاص مثلا بيزيد القلق كثير عندهم اذا قالوا انه خلص خلي الامسان هيك بالخزانه ما رح رتبهم، ما بيقدر يتحمل، ما فيهم يناموا، ما في يتحمل، بده يضل هالوسواس، بده يضل هالافكار، وما رح يرتاح الا بس انه هو يقوم يظبطهم بطريقه معينه. هلا اذا بتجي بتطلعي انه شو موضوع الخلاف يلي عم بيصير، يمكن الاشخاص يلي مش كثير ملمين بعلم النفس ويمكن ما بيعرفوا كثير بهالقضايا ومش سامعين فيهم، ياخذوها شوي بضحك، يمكن يضحكوا على الموضوع انه اف ما بدها هالقد عم يتخانقوا على هالشغله، بنرجع بنقول هيدا اضطراب. هلا نحن بهمنا نتيجه الخلاف، يعني الخلاف اوقات اصلا بين الزوجين بينوجد على شيء كثير كثير سطحي ومنه مهم، بس شو بيصير خلال الخلاف ونتيجه للخلاف هيدا اللي بهمنا وهيدا اللي عم بيصير مع هيدا الكابل. والعلاج شو كمان؟ شو الحال؟ هلا اول شيء بدي اقوله انه كثير مهم يتعالج، يعني بطريقه معينه مفروض هي تفسر له بطريقه يقدر هو يتقبلها، انه هو مفروض يطلب مساعده من قبل اخصائي، لانه يعني هيدي شغله رح عم يعني عندهم ولدين عم بتاثر على اولادهم كمان وعم بتاثر على علاقتهم، لانه كنت عم اقول لك يعني الشيء اللي كثير زعجها انه صار وقتها بيتضايق فورا بيصير في شتائم وبيصير في خلص ما عم يقدر بقى يسيطر على حاله، وهو بيظن انه هي ما عم تفهمه، يعني هو بيعتبر انه انت ما عم تفهميني، انه انا قلت لك هيدا الفاز ما تهزيه من هون، مش عم تقدر تتفهم قد ايه هالشيء مهم بالنسبه لإله. هلا انا بدي اعطيها نصايح لإلها هي كيف بدها تتعايش مع الوضع، بدي افصل الموضوع، بدي اول شيء الا انه
طريقة التعايش مع الوضع مختلفة إذا هو بيتعالج، يعني إذا هو بيتعالج نفسياً ومنوصل، وهذا العلاج الإدراكي والسلوكي وخاصة الإدراكي اللي بيرتكز على الأفكار، نوصل لوقت أكيد فينا شوي نرخي الحبلة مثل ما بيقولوا، مش مطلوب منا تضل هالقد هيك هي ستريسي. بس إذا كنا كمان ما عم نتعالج، في أشياء هي للأسف مطلوب منا أنه هي تعملها، ما عندها تشويس. يعني أنا بقول لها ما فيك تكون أنت المعالجة تبعه، يعني ما فيك انت كزوجته تجي انت تقولي انه انا بدي اقصد هيدي ما حطها هون، ويصير في خلاف وبيتعود مع الوقت. ما فينا. لا. العلاج النفسي هو علاج اول شيء بيشتغل على الافكار، يعني احنا بنعلم البيشنت او بنعلم الشخص اللي بيجي لعنا انه يفكر بطريقه معينه، وبنبرهن له بطرق علميه، وبنعمل لوائح، ويعني بنعمل ليستات من الافكار نحن وياه اللي بفكر فيها، لحتى هو يعرف ويبرهن لنفسه انه هو عم بفكر غلط. يعني اول درجه هي الاقتناع، بده يقتنع. بس هو يقتنع انه انا عم فكر غلط، مرة بعد مرة هو بيجي بيقلك انه انا مثلا حطيت نسبة قناعة بهيدي الفكرة بتاني جلسة 90%، من بعد هيدا النقاش اللي عملناه 5 جلسات مثلا صارت نسبة الاقتناع بالفكرة 20%. يعني صارت أفضل. يعني صار هو سلوكه عم يتغير، عم ينعكس على السلوك. فأنا بقول إنه ما في دواء كمان بيساعد حسب حدة الحالة. بلا أكيد. أكيد في أدوية كتير بتساعد، وهي أدوية إجمالا بتتاخد لفترة 10 أشهر لفترة سنة حسب حسب الحالة. فإذا هي ما فيها تجي تقول إنه ما عليه خليه يتعود، وانا بدي انه انا عالجه، وانا بدي انه انا ساعده، وخليه يشوف انه ما بصير شيء اذا الانسان كانوا هيك. هيدا شيء مرفوض. هي اللي بدها تعمله انه ما لها هلا بهالفتره غير انه تحترم الامور مثل ما هو بده. هلا في اقتراح انه يعمل هو الاشياء اللي بتخصه. عرفتي كيف؟ تترك له هي مجاله الخاص فيه 100%. لانه هي دائما وقتها رح تعمل بنظره ما رح تعمل مظبوط الاشياء، ورح يكون في اشياء ناقصه دائما، لانه هو بنظره هي بتطلع بتلاقي مثلا انا صفيت الامصان مثل ما هو بده تنقول، بس هو بنظره عم نحكي عن وسواس قهري. يعني ممكن اذا شاف قميص زايحه شوي لبرا ما يعجبه. يعني عم نحكي عن شغله بدها تريتمنت. اوكي. وبالتالي انا بقول خلي هو يعمل الامور يلي بتخصه. اوكي. هلا اذا بدها تساعده وبوجود اخصائي، يعني مفروض انه هن يعينوا اخصائي، اذا بدها تساعده بتقدر انه تصير بطريقه كثير تدريجيه تتعاون هي وياه. يعني تقول له انه طب انت عم بتشوف الفاز هون من الزاويه اللي انت عم تقشعها حلو، او انت بدك اياه يكون هون، طب ليه؟ او تساله مثلا ليش بالتحديد، او ليه بالتحديد، ليك شو رايك اذا بنغير له محله؟ هلا بنرجع بنرده اذا ما بدك، بس تعال نجرب نحطه هون. هون بدها تكون هي عندها الحكمة تقدر تساعده. منا سهلة، ويكون في صبر كمان 100%. لو تصير هيك بدها في أسئلة بدها تسألهم، يعني طب توترت تضايقت بس نحن غيرنا له محله. ليش توترت؟ شو حسيت؟ يعني حسيته مش ظابط، مش بالنص، أو رح يوقع؟ بس ما هو حلو. طب ليك شو رأيك مثلا نتركه هون شي 3 دقائق 5 دقائق، ونقوم نشرب فنجان قهوة أنا وياك، ولا بعد شوي بركي بنرجع بنرده. يعني في طريقة معينة ما فيك تعرفيها وحدك، بدك تستشيرينا تنقلك عنها. أكيد بدها استشارة القصة، أكيد، لأنه الموضوع مع فعلا مثل ما قلتي مايا منه هين ومنه وجد كثير، يعني مش موضوع بسيط. رح ناخذ ربا من الجنوب. ألو، صباح الخير ربا. ألو، بونجور، يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضلي مايا عم تسمعي. صباح الخير لكم. أهلا وسهلا فيك وينعاد عليكي. ميرسي وعليكم. أنا عم جرب أسمعكم على الأبري قد ما فيي، بس الصوت كثير واطي صراحة. إذا بدك سألي السؤال ورجعي اسمعينا من التليفون من التلفزيون. أوكي. أوكي. دكتورة، بس بدي أسألك سؤال. أنا صار تقريبا شي 9 سنين عايشة بألمانيا، وعندي ولدين، بنت عمرها 6 سنين وصبي 3 سنين. كنا دايما نحكي اللغة الألمانية مع العربية، العربي بالبيت والألماني بالمدرسة بشكل مكثف أكيد، كيندر جارتن. هلا صار شي 6 شهور جاية على لبنان وحطيتهم بالمدارس هون. طبعا الألماني ما أنا موجود بالمدرسة هون، بيحكوا انجلش وعربي. هلا انا تخليت شوي عن الالماني علشان يقدروا، خاصه للبنت من 6 سنين، فتقدر تعمل باك اب وتلحق صفوف هون يعني بالانجلش. فركزنا على الانجلش منيح وعلى الاحرف العربيه منيح، وهي شيز دوينج جريت، يعني عن جد لقطت اللغتين ومرتاحه كثير. رجعنا شوي للالماني، لقينا حالنا نسينا كثير،
وما عم تتعاون معي ابدا ابدا ابدا، يعني الجمل نسيتها، وانا صراحه ما بدي خسرها اللغه اللي 6 سنين يعني تعلمتها، فمش عارفه هلا كيف حقدر ادخلها اكثر من لغه بلا ما لغه تاثر على الثاني. يعني بدي الانجليش للاديوكيشن اللي لها هون بلبنان، لانه نحن مش ناويين نرجع على المانيا، وبذات الوقت ما بدي خسرها لغه الالماني، لانه يعني بصراحه لبنان كمان الوضع فيه ما بيعرف الواحد ايمتى بياخذ قراره، فبدي يكون عندها اللغتين بشكل انه ما تاثر على الثاني. هي عمرها 6 سنين؟ 6 سنين، والصغير عمره 3 سنين، بس الصغير يعني ما عنده بيس الماني. ايه البنت 6 سنين والصبي 3 سنين، بس الصبي ما عنده اساس الماني مثل البنت، البنت لا كانت جاهزه انها بسبتمبر تفوت بمدرسه مستواها كثير باللغه رائع كان بالالماني. اوكي 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 تكرمي، بس نحن للاسف خلص وقتنا غيدا، انا ما رح اقدر جاوبك هلا، بدك تنطريني ان الله بيريد نهار الاربعاء لحتى اعطيها جواب، ما عليه بدنا نطرها يعني، واصلا الجواب بيستفيدوا منه كل المشاهدين، لان في كثير مشاهدين بيواجهوا نفس الحاله. فاذا انتظريها يا روبا نهار الاربعاء ان شاء الله بجواب مفصل باول الحلقه من مايا. شكرا لك مايا، نشوفك الاسبوع الجاي، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات رشه ملح مع هانيا، ومن بعدها ضيفنا كمان لليوم، خليكم معنا. Thank you.